أنا اسمي رنا خليل برغاش، بحبوا يدلعوني فرح، إنه بكون مبسوطة بس ينادولي فرح. أنا حسيت شو أوري بس إجيت عهون، فكرت إنه ما في مدارس. حبيت إنه كتير أرجع سوريا إنه أدرس. طلعت هون في صار في مدارس. أنا بحب المواد تبعت الإنجليش والعربي والعلوم. شوفي شو حطينا يا أول بين الصورتين، الجملتين اللي حكيناهم إنت الصانع. بحب إنه أتعلم، أعرف أكتب. أنا حابة أصير أنسة عشان أعلم الأولاد الصغار، الأولاد الكبار. إذا ما طلعت أنسة يعني كيف بدي أعلم الأولاد الصغار؟ كيف بدي أعلم الأولاد الكبار كيف؟ أنا حبيت إنه كرة القدم لأنه هي بتغير شعور الواحد وبتنسي إن إذا عنده هو مشكلة. أهلي بيعلموني إشعار عشان إنه أكون شاعرة. أنا بحب الأشعار لأنه فيني ألقيهم للعالم والعالم فينهم ينبسطوا كمان. العلم العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. رح نتعلم رح نكون منارة لكل الأجيال، خلي الدنيا عنا تقول سوري ويا زين الأفعال، ومعنا انك لازم ما تقدم للأمام.